بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم. فيديو بسيط وقصير ونشيط، ده نتكلم عن بند الترتيبات الأمنية اللي تكلم عنه رئيس مجلس السيادة ووفده والمرافق له نائبي محمد حمدان. بصراحة لو بند الترتيبات الأمنية ده لو هو صدقا يعني تنفذ بنسبة 100%، مشاكل دارفور بتكون اتخففت بنسبة 70%، يعني ما بتزال مرة واحد لكن بتتخفف بنسبة 70%، لأنه يا جماعة السلاح الموجود في دارفور 70% عند الحركات المسلحة و20% عند المواطنين، أما 10% دي مطلوبة من الحكومة، تأمين من الحكومة. الترتيبات الأمنية دي لو اتنفذت، أو بند الترتيبات الأمنية دي لو اتنفذ بنسبة 100%، بكون اتفكينا من مشكلة كبيرة جدا جدا، بكون ريحنا دماغنا وريحنا أنفسنا وريحنا دارفور من المشاكل اللي تمر بها، لأنه يا جماعة من المعروف ومن الواضح المشاكل اللي حصلت في دارفور حصلت بعد مجيء الحركات المسلحة أو دخولها إلى دارفور، ده شيء مؤكد تماما، من مشاكل الجنينة وهجوم على منطقة كولجي وخطف الإبل 335 وعبورها بجبل مون ودخولها إلى تشاد وبتغطي من الحكومة التشادية، وجاء الحاكم إقليم دارفور وأدى الناس وعود كاذبة، قال لهم 72 ساعة، خلال 72 ساعة حتجي الإبل، وللآن اوف سايت فينيشد، الله ما هنكو. عشان كده لو تنفذ بند الترتيبات الامنيه بيكون خففنا من مشاكل دارفور او شبه انهيناها بنسبه 70%، بكون حافظنا على دماء شبابنا، على دماءنا ودماء اطفالنا ودماء نسائنا وشيبنا، بكون حافظنا على مواردنا ذات الكل يوم تنهدر على حركات مسلحه في الفاضي. ويا جماعه ما دارين شيء، بيقولوا لي حرب، نحن كفايه حرب، نحن دارفور أكثر إقليم عانى من حرب وظلم وتهميش وما زال يعاني، ونتمنى من الحكومة أن تنظر إلى هذه الأشياء بعين الاعتبار. وشكرا جزيلا.